ما حكم بقايا الأكل بين الأسنان في الصلاة؟ نعم. أما بالنسبة لبقايا الطعام بالأسنان فلا بأس أن يبقى في بين الأسنان ولو صلى الإنسان، لكن لو انفصل منه شيء فلا يبتلعه. أحيانا يبقى بين الأسنان ثم بعد مدة يخرج من بين الأسنان، أو ربما يحركه بلسانه ويخرج، يقول هذا لا بأس به لكن لا يبتلعه. نعم.